احنا النهارده هنتكلم عن الموجات الصوتيه للقلب وبنستخدمها في ايه، ومريض القلب امتى هيحتاج يعمل موجات صوتيه. هي طريقه سهله، احنا زي الموجات الصوتيه على اي حاجه في الجسم، بس على القلب بنسميها ايكو. دي علشان اشوف التشخيص المبكر لاي حاجه في عضله القلب، في صمامات القلب، لو في الواحد عنده حاجه مولود بيها، ارتجاع في الصمام، او اي اضطرابات قلب ملخبطه، عايز يعرف هل سببها حاجه عضويه في القلب ولا أسباب خارجة عن القلب. ببساطة هنقدر نعرف العضلة، قوتها، حجم القلب، لو في أي حاجة صوت تغيرات بسيطة هتكتشف. بنستخدم برضو الموجات الصوتية عندنا علشان أشوف حيوية عضلة القلب، هل العضلة دي بعد لما العيان يجيله جلطة في القلب ويبدأ العضلة بتاعتها تبقى أقل من الطبيعي. دايما الدكتور يقول له احنا هنعمل قسطرة نشوف العضلة دي أخبارها إيه عشان نوسع الشرايين، لا أنت محتاج قلب مفتوح. قبل كده لازم اشوف حيويه عضله القلب، بنستخدم عقار اسم الدوبيتامين، ما بيعملش اي اثار جانبيه، بنحقنه ونشوف العضله بتاعتنا دي هتستفيد، لو عمل دعامات هتستفيد، لو عمل قسطره، لو عمل قلب مفتوح ولا لا. برده بنعمل موجات صوتيه عن طريق المريء. يعني ايه؟ يعني عن طريق ان انا اعمل منظار للقلب، ده بيشوف التغيرات البسيطه، لو جوه القلب في تجلطات او دم، لو في قبل ما اعمل العمليه للعيان اغير صمام او اصلح صمام، لازم اكون انا متاكد تماما ان العيان ده محتاج ده وهيستفيد من هذا. هعملها عن طريق المريء، وبتبقى والعيان مجرد ببنج موضعي في الزور، لا بياخد بنج كامل ولا حاجة، ومتاخدش أكتر من 5 دقايق. هشوف الصمام شكله إيه، هشوف هل هيستفيد ولا لأ، وبعدين وأثناء العملية وبعد العملية برضو بنتابعه بالموجات الصوتية. وهي طريقة لهي بندخل غير نافذة، سهلة، متوفرة جنب السرير، ما بياخدش فيها وقت، وبيقدر يعرف كل المعلومات اللي هو عايزها عن قلبه. واتمنى طبعا ان هو كل واحد هيعمل تشيك اب على قلبه لازم بيعمل موجات صوتيه، بيعمل رسم قلب المجهود، زائد التحاليل اللي هو بيعملها عشان يتاكد انه ما عندوش لا سكر ولا كوليسترول ولا اي تغيرات موجوده، عشان كده يعرف ان هو سليم وما عندوش اي مشكله تجيله بعد كده.